تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحصة الرياضية الجديدة المتجددة من برنامج ميادين. خلالها بطبيعة الحال سنسلط الأضواء على الحدث، والحدث يتمثل في هذا اللقاء الإقصائي الذي يجري المنتخب المغربي يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار النهائية أو تصفية المؤدية لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك في إطار التصفيات عن المنطقة الإفريقية. بطبيعة الحال الأنظار متجهة مصوبة نحو كينشاسا، حيث أجرى المنتخب المغربي نهار اليوم أول حصة تدريبية له هناك، وذلك بمشاركة كل العناصر التي وجهت لهذا، وباستثناء على ما يبدو حسب الأخبار القادمة من الزاير أو من الكونغو الديمقراطية، هي الغياب عبد الصمد الزلزولي عن الحصة التدريبية لنهار اليوم. سنعود بطبيعة الحال للحديث عن هذه التجاوزات وهذه الاستفزازات التي ميزت مقام المنتخب المغربي لحد الساعة هناك في كينشاسا، مع وصول المنتخب المغربي أمس وسط يعني بعد التجاوزات التي تم تسجيلها، والجمع الملكي المغربي لكرة القدم بعثت برسالة احتجاج إلى الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وأيضا للفيفا بخصوص ما وقع بالأمس وأيضا ما وقع اليوم، حيث تم اقتحام ملعب التدريب المخصص للمنتخب المغربي من قبل الجماهير الكونغولية. إذن معي اليوم صديقي يوسف الشاطر. يوسف، أهلا مرحبا بك. مساء الخير فؤاد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. طبعا الكل يعيش على إيقاع هذه المباراة المهمة، ولو أن ما يعيشه المنتخب المغربي في بداية وصوله إلى الكونغو معاناة بالنسبة لأسود الأطلس للبعثة المغربية مع المنتخب، كيف سيحضر وحيدة لوزيتش للمباراة في ظل كل هذه الصعوبات، خاصة على المستوى المعنوي. نعرف صعوبة إفريقيا وما يعيشه أسود الأطلس الآن يزيد من صعوبة الأجواء. نعم صديقي يوسف، حقيقة هذا كان مرتقبا لكن ليس بهذه الحدة. المنتخب المغربي كان قد وصل أمس في 8:10 مساء إلى كينشاسا، وجد صعوبات بطبيعة الحال لمغادرة مطار كينشاسا، لم يجد في استقباله يعني أي شخص مسؤول عن الجامعة الكونغولية لكرة القدم، يعني هناك غياب لاستقبال رسمي كما هي العادة يعني في مثل هذه المناسبات. كان هناك أيضا غياب لحافلات التي من المفترض أن تكون مخصصة للمنتخب المغربي، خاصة نقله لمقر إقامته هناك في العاصمة الكونغولية. وكل ذلك يعني يوسف وسط حضور جماهيري غير مفسر، يعني وحتى غياب الأمن لم يكن حاضرا، يعني الجمهور المغربي والوفد المغربي عاش لحظات عصيبة يعني لدى وصوله أمس إلى مطار كينشاسا. طبعا فؤاد، مفاجأة بالنسبة للجميع ما يعيشه المنتخب المغربي، حضور كبير للجماهير شيء غير مبرر، خاصة ونحن نعرف أهمية المباراة. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجب أن يوفر ظروف المناسبة لجميع المنتخبات في مثل هذه المنافسات، أن يكون هناك وعي بأهمية المباراة، حقق في إجراء التدريب في أجواء جيدة، يجب أن يكون مضمون بالنسبة للمنتخبات والمنتخب المغربي رغم توفره على شركة خاصة للأمن التي رافقت بعثة أسود الأطلس إلى الكونغو، إلى أن احتواء الأعداد الغفيرة من جماهير الكونغو الديمقراطية وجماهير الغفيرة خاصة من الشباب أمر صعب، أمر إذا لم يكن هناك متابعة من طرف السلطات الكونغولية الأمور قد تخرج عن السيطرة. شاهدنا اليوم لنقول المصافحة الأولى للاعبي المنتخب المغربي مع ملعب التدريب ملعب الشهداء، كيف وجدوا جمهور داخل أرضية الملعب، جمهور عند استقبالهم، كانت هناك محاولات لإخراج هذه الجماهير من الملعب، لكن الملعب كبير جدا شاسع، كيف سيتم احتواء هذه الأعداد الغفيرة، أمر صعب بالنسبة للمنتخب المغربي. والأصداء التي تصل من الكونغو تفيد فؤاد أن هناك غضب لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ويجب
أن يكون هناك تفاعل مع الموضوع. نعم، الغضب وأولى تجلياته كانت هو هذا البيان الذي تم إصداره، إذا بخصوص يعني ما حدث لدى وصول المنتخب المغربي. تحدثنا عن تجاوزات، عن استفزازات، عن غياب وفد رسمي لاستقبال المنتخب المغربي. كان هناك الجمهور قريب جدا من لاعبي المنتخب، وهذا شيء يعني لا نراه. كنا نظن أن مثل هذه الصور قد انمحت يعني من القارة الإفريقية. ربما مثل هذه التصرفات عشنا على إيقاعها ربما في السبعينيات، في الثمانينيات في بعض الملاعب، لكن يعني لم نكن نظن أننا في العام 2022 وكل هذه الطفرة التي تعيشها كرة القدم الإفريقية نرى مثل هذه التصرفات. وكانت يعني الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت قد حضرت يعني السلطات الكونغولية، وحضرت أيضا الجامعة الكونغولية لكرة القدم من ضرورة احتواء يعني هذه الفورة التي يعيشها الشارع يعني في الكونغو، يعني تأهبا لهذه المواجهة التي يعتبرها البعض هناك بأنها مواجهة مصيرية. بالنسبة للبعض قضية ربما قضية هامة وهامة جدا، ربما قضية وطنية هي في الوقت الذي لا تتعدى أن تكون مباراة في كرة قدم. ولاحظنا كيف ربما هذا يدخل يوسف في إطار التأثير على معنويات المنتخب المغربي. شخصيا حضرت العديد من اللقاءات في مثل هذه، تكون لقاءات مصيرية كما كان الشان في الكوت ديفوار مثلا منذ 4 سنوات، أو في مالي، أو في بلدان أخرى، في غانا، في الكاميرون. يعني لم نكن نرى مثل هذه التصرفات، مثل هذا الحضور. ربما الجمهور ربما من حقه أن يعبر عن تشجيعه في أرضية الميدان، لكن أن يحضر الجمهور بهذه الطريقة إلى يعني مطار الذي في مطار كينشاسا، وأيضا على أرضية ملعب التدريب، هي أمور ربما ننتظر مدى سيصدر عن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وحتى عن الفيفا، لأن تصرفات يجب ألا تمر مرور الكرام. طبعا المباراة تدخل ضمن تأطير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما أنها تصفيات كأس العالم قطر 2022. هناك الاتحاد الدولي دائما ما يريد ويسعى نحو الحفاظ على الروح الرياضية والحفاظ على تساوي الفرص بين جميع المنتخبات، لكن للأسف هنا بدأنا الحديث فؤاد عن محاولة توجيه الأمور نحو اتجاه آخر غير رقعة الملعب. 90 دقيقة هي من ستحسم مباراة الذهاب، وهناك أخرى بمدينة الدار البيضاء، لذلك وجب الحفاظ على الهدوء بالنسبة للمنتخب المغربي رغم ما يعيشه الآن من ظرفية صعبة. وأيضا هذه الاستفزازات أكيد أنها ستتزايد مع توالي الأيام وتوالي الساعات، لأن ليلة قبل المباراة أكيد أنهم سيحاولون خلق أجواء صعبة بالنسبة للمنتخب خارج الفندق أثناء ليلة المباراة. خاصة فؤاد أنت عشت أجواء من النهائيات، دائما النوم ليلة المباراة يكون صعب في هذه النوعية من التنقلات إلى القارة السمراء. هنا ربما يظهر عمل ليس فقط الاتحاد المغربي لكرة القدم، ولكن أيضا الجهاز الذي يرافق وحيدة لوزيتش، يجب التحلي بالهدوء. محاولة إبقاء اللاعبين بعيدين عن هذه الأجواء المشحونة والتركيز على أرضية الملعب، لأن حتى السمات الوجوه ونحن نشاهد دخول العناصر المغربية التدريبات كان هناك نوع من الخوف او الترقب او التوجس. كيف يمكن ان يعني ان تدخل لميدان تدريب وانت تجد المئات من الاشخاص يعني ينتظرونك، يعني في ظل غياب اي تواجد امني بالنسبه للاعبي المنتخب المغربي؟ كما تحدثت عن ذلك منذ قليل انه في الحصص التدريبيه لا يسمح سوى يعني وسائل الإعلام أن تكون حاضرة في يعني في الوسط أو في أرضية الميدان، ميدان التدريب، بل في بعض الأحيان يتم تخصيص فقط ربع ساعة فقط من
الوقت لأن يعني أن تتابع وسائل الإعلام هذه الحصص التدريبية. إذن وضعية يعني دعنا نقول بأنها مؤسفة جدا. نتمنى ألا تؤثر على يعني استعداد اللاعبين الذهني وأيضا البدني، يبقى التركيز منصب على يعني أرضية المباراة، مباراة يوم الجمعة القادم. الحديث أيضا تم يوسف أيضا عن حتى يعني بعض الأحداث داخل الفندق الذي يقيم به المنتخب المغربي. كان هناك على ما يبدو شجار خصام قبل خروج المنتخب المغربي قصد التوجه يعني ملعب التدريب، ويعني هي ظروف دعنا نقول بأنها غير مواتية تماما. ونتمنى بطبيعة الحال أن يكون المنتخب المغربي الذي بإمكانه أن يتمكن من أن بطبيعة الحال انتزاع بطاقة الترشح. ما رأيك فؤاد أن أخذ وجهة نظر لاعب دولي سابق الحارس عبد الرحمن الحواصلي معنا على الخط للحديث عن هذه المباراة وعن الأجواء خاصة؟ عبد الرحمن مساء الخير في البداية. مساء الخير يوسف، مساء الخير سي فؤاد، تحية لكم، تحية جميع مستمعي إذاعة ميديا. طبعا فؤاد كنا قبل قليل نأخذ تجربة فؤاد الحناوي في الملاعب الإفريقية كمتابع، الآن نأخذ من تجربتك كلاعب هذه الأجواء التي تسبق المباريات، الضغط، هناك بعض التجاوزات من الطرف الكونغولي، أين يمكن أن نضع هذه الأمور قبل مباراة حاسمة تؤهلك إلى كأس العالم؟ أكيد سي فؤاد بالتجربة دياله غادي يكون سادي مستمعين. أنا كلاعب خصوصا في مشاركة القارية لا مع المنتخب المحلي ولا مع أندية شرق باطي وحتى نتا أكادير، هذه مسائل عادية بكل صراحة. ملعب إفريقيا تيكون ضغط، تيكون السلوكات بين قوسين غير رياضية، ولكن تنظم بأن اللاعب الحمد لله والطاقم التقني بقيادة السي وحيد فهو عنده تجربة وتجارب سابقة من هذا النوع، وبالتالي ما تنظمش بأن التجاوزات ولا هذه الانفلاتات هذه غتأثر على أنصاب المنتخب الوطني. هذه مسألة عادية نقدروا نديروها، يعني ما خصهاش تكون استثناء، بالعكس حنا تعودنا على هذا الشيء، واظن بانه ما كاينش اعذار اخي يوسف. كما هنالك انه الجماهير الافريقيه جنوب الصحراء متعوده دائما على هذا النوع من شيء ما من الضغط اللي بغينا نقولوا، لا اظن بان هذا سيؤثر على اداء المنتخب الوطني ان شاء الله. ذلك ما نتمنى يعني اخي عبد الرحمن. طبعا الحال انت التجربه ديالك كانت مع فرق عديده سواء فتح الرباطي سواء فريق حسين اكادير، دعنا نقول ان ربما هذه التجربه كانت على مستوى الانديه. الان يعني هذا لقاء دولي سي عبد الرحمن، لقاء اللي ديال منتخبين، يعني اخر مرحله مؤديه لنهائيات كاس العالم. كما ذكر يوسف منذ قليل هو لقاء يجرى تحت لواء الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. يعني الفيفا والكاف كانوا حضروا السلطات ديال الكونغو خصوصا الجامعة الكونغولية من مثل هذه التجاوزات، لكن ذلك لم ينفع في شيء. شفنا لاعبين قراب بزاف من اللاعبين، يعني لا قدر الله يقدر لاعب او مشجع متهور يقدر يعتدي لك على لاعب في مثل هذه الظروف، وربما نوصلوا لما لا يحمد عقباه. تساؤل مطروح وهو يعني كيفاش اننا يعني كما ذكرت منذ قليل القاره الافريقيه للاسف حنا في 2022 ومازال كنشوفوا مثل هذه التصرفات، غياب على الاقل واحد الممر امني للاعبين باش ما يكونش هناك يعني ما يتسمش المعاكسه ديالهم من قبل الجمهور. هذا امر اللي ما كناش كنتظروا، كنا كنتظروا انهم يجيو يحاولوا يشجعوا بالطرق ديالهم، ولكن ما كناش كنتظروا ان الامر يوصل حتى لهذه الدرجه. بكل صراحه فؤاد انا لم اطلع على الامر لهذه الدرجه وبهذه الخطوره، بكل صراحه تجربه تتفاجئني ان هذه الاشياء ما يمكنش تحدث، لان كما قلت هذه التصفيات فهي تحت لواء الفيفا. لكن كما قلت احنا في 2022 القاره الافريقيه ديالنا فكاين تخلف للاسف، احنا مازال بعاد شي شويه. اللي عرفته ان جمهوريه الكونغو الى ميزي كل شيء ويعني على التاهل وبغات ديال لي منزل بي ولو باساليب غير رياضيه بانها تاهل المنتخب ديالها. للاسف رغم التحذيرات كما قلت الفيفا والكاف، لكن هذو تجاوزات وصراحه تضر بصوره كره القدم الافريقيه، وهذو اشياء تتخلي أن حتى يعني المستثمرين ولا المتابعة الإعلامية ولا يعني الأسواق العالمية تتبعد شيئا مع السوق الإفريقي، لأن تنظيميا فإحنا مازالين بعاد للأسف منافسة من هذا الحجم. لكن اللي نتمنى بكل صراحة أنا متفائل، لأنه تجارب اللي عند اللاعبين وعند الطاقم التقني غتحول دون تأثير
ديال هذه البيلاتات على الاداء ديالنا داخل الملعب ان شاء الله. طيب ربما المشكل مطروح ايضا يوسف والسي عبد الرحمن واصلي انه الان اللاعبين يدي اول مره غيجيو للقاره السمراء غيلعبوا، يعني التجربه ديالهم الاولى كانت تجربه سيئه ايضا لانهم كانوا توجهوا لغينيا وكان هناك محاوله انقلابيه وكنا كنعرفوا الظروف ديال اللي عاد فيها المنتخب المغربي، خوف وهلع ويعني ويعني لحسن الحظ ان الجامعه كانت وفرت كل الظروف باش المنتخب يرجع في يعني في اسرع وقت يعود للمغرب. الان اللاعبين اللي كيشاركوا كما ذكرت في الاول مره في اولا كيمشيوا للقاره السمراء باش يخوضوا مثل هذه اللقاءات، البعض منهم كما ذكرنا عبد الصمد الزلزولي، لاعبين اخرين ربما كانوا عاشوا نفس الظروف في الكاميرون، لكن الكاميرون كانت مناسبه قاريه عندها الاعراف ديالها وعندها القوانين ديالها وكانت هناك بطبيعه الحال حمايه للاعبين، بروتوكول يتم نهجه سواء في التدريب سواء في الفندق سواء في يعني في المباريات. الان ظروف مختلفه بالنسبه لهاد اللاعبين اللي وصلوا للمطار، شفنا يعني شخصيا كنت شفت اللاعبين يعني مخلوعين نوعا ما اللي وصلوا البارحه السي عبد الرحمن كانوا مخلوعين طبيعي. واليوم يوسف وعبد الرحمن انهم وصلوا يعني ملعب التدريب لقوا العشرات بل المئات من الجماهير في وسط الملعب ديال التدريب. طبعا للاسف بكل صراحه هادشي مؤسف بكل صراحه، يضرب كرة القدم الافريقيه بالصوره حتى ديال القاره الافريقيه، لان دائما تنحاولوا اننا نزيدوا نتقدموا، ما غنكذبوش على راسنا وانت عندك التجارب السي فؤاد والسي يوسف في دول شمال افريقيا على الاقل، فاحنا تنظيميا وامنيا فاحنا افضل بكثير من دول جنوب الصحراء. الكونغو بالضبط وكانت عندي تجارب في مواجهات مع مازيمبي، دائما كاين انتكاسات امنيه، كاين حروب اهليه، كاين مع فريق الفتح يعني مع فريق الفتح ومع فريق اتحاد المرخميسات، يعني اشياء بكل صراحه تؤثر، لكن انا دائما اقولها دائما متفائل، لان بحال الاشياء هذه بعض الخطرات تعطيك حافز انك بحال تمشي كجندي يمثل الرايه الوطنيه، ثم اكيد ان اللاعبين بيناتهم راه غادي يكون عندهم نفس الديسكور بان هذه المسائل هذه ما خصهاش تاثر علينا، بان احنا تنكبر الرايه الوطنيه وباننا هنا بحال جنود وبين قوسين بحال تدخل الحرب، لان الكونغو بالحكومه ديالها بالمسؤولين ديالها فهما يعني موجودين ودايرين جميع الظروف اللي غتاثر سلبيا علينا وايجابيا عليهم، تحفيزات ماديه، ضغط جماهيري، يمكن يقدر يكون صادق على الحكم، وبالتالي فهذه أشياء للأسف تضر، ولكن ما خصهاش تكون عذر بالنسبة لنا، لأن هذه مباراة للتاريخ، مباراة مصيرية، غادي نفكروا في أشياء أخرى وركزوا داخل الميدان، وأنا عندي كامل ثقة في عناصر المنتخب الوطني بأن هذه الأشياء كلها ما تأثرش فينا نهار المقابل. طبعا ذكرت التحكيم عبد الرحمن، الحكم هو فيكتور غوميز، على العموم هو حكم جيد على المستوى الافريقي، يملك خبره كبيره ولديه الشخصيه على ارضيه الملعب، شيء ربما يطمئن شيئا ما الجميع على مردود الحكم اثناء المباراه. ايضا كان جانب سيء بالنسبه لكم، لعبتم في لومومباتشي الان المباراه، فقط باش نكمل لك يوسف، بالنسبه للفار يكون فار من فرنسا، الغريب في الامر عندي اول مره يكون فار في هذا الملعب ديال الشهداء في كينشاسا، الحمد لله انه فار من فرنسا وليس فار افريقي. عبد الرحمن، ربما نتحدث لساعات ونقول ان يجب ابعاد اللاعبين عن الضغط، يجب يجب يجب، لكن في الاخير لاعب انسان ويتاثر بهذه الاجواء خاصه ان كان يتابعها للمره الاولى، هل يوم المباراه سيكون لما يجري الان تاثير على اللاعبين؟ لا اظن اخي يوسف، لان عندنا لاعبين اللي عندهم تجارب، رومان سايس، نيف اغيرد، ياسين بونو، زلزولي كان عنده تجارب مع الفئات السنية المنتخب الوطنية، وبالتالي أنا يعني لا أظن بأن غيكون تأثير، لأن أكيد أن اللاعبين غيكسوا بيناتهم، غيكون عندهم اجتماعات يعني بيناتهم بين قوسين سرية اللي غادي يحاولوا من خلالها أنهم يطمئنوا بعضياتهم ويقولوا بأن هذه أشياء متعودين عليها في أدغال الإفريقية. للأسف لا أظن كما قلت الحمد لله الحكم وكان عندي معه تجارب صادقة، فهو أنا قلت فقط غيحاولوا يأثروا عليه، إنما هو حكم جد جيد، وكما قلت فؤاد فار كاين حكم فرنسي، فلا أظن أنه كاين تخوف من التحكيم، وبالتالي أظن أن المباراة غتلعب 11 ضد 11 داخل أرضية الميدان، وأنا متأكد 100% بأنه العناصر المنتخب الوطني وخصوصا العناصر اللي عندها أول تجربة ما غتأثرش، لأن اللاعبين اللي عندهم تجربة غادي يدوزوا لهم وغادي يكونوا تحدثوا قبل ما يوصلوا للكونغو بأنه ها شنو يقدر ينتظرنا،
في الكونغو خصوصا، لان هاد الدوله بالضبط دائما كاين هاد الاشكال للاسف. نعم، طيب ربما يعني هما في الكونغوليين نجحوا في مهمه اولى انهم جعلونا نهضروا اكثر على هاد المسائل الامنيه وما نتحدثوش على المسائل التقنيه ديال هاد اللقاء، وربما حتى ننتظر ايضا الاحداث اللي غادي تجري ربما مساء اليوم امام فندق المنتخب المغربي، ايضا غدا كيف سيتم التنقل الى يعني ملعب التدريب او ملعب الشهداء، الملعب اللي يحتضن المباراه، ثم ايضا ما سيحدث خلال يوم المباراه يوم الجمعه القادم. دعنا نتحدث عن الشق التقني سي عبد الرحمن الحواصلي، بالنسبه لك انت كيف تقرا حدود المنتخب المغربي؟ شفنا ان كل العناصر حاضره ربما باستثناء عبد الصمد الزلزولي اللي ما شاركش في الحصص التدريبيه ديال نهار اليوم، شارك في الحصص السابقه، ربما يكون عياء، ربما يكون اشياء اخرى نجعلها على اين كل العناصر حاضره خصوصا تلك التي كانت قد حضرت بالاصابه وهي مصابه، ويتعلق الامر بياسين بونو وباللاعب سفيان مرابط. أكيد يا كما قلت لك الكونغوليين حاولوا أنهم يوجهوا شوية الحديث كل ما هو أمني، لكن أظن بأن داخل الفندق وبين اللاعبين والطاقم التقني ومسؤولين الجامعة فأكيد أن التركيز غيكون 100% على الأداء داخل الميدان. مباراة إذا كنا نتمناه اللي كانت يتمناه المغاربين كاملين في القرعة هو أننا جينا قرعة مع منتخب الكونغو ما تنستغفرهوش، ولكن مقارنة مع منتخبات أخرى اللي عندها تجربة كبيرة أظن بأنه أفضل شيء هو أن نواجه هذا المنتخب اللي ما غيكون سهل أكيد، لكن التجربة يعني المجموعة اللي تتوفر على المنتخب الوطني دابا بقيادة الوحيد خليل وزيتش وخصوصا بعد المشاركة كأس أفريقيا، أظن بأن عندنا جميع الأدوات والأسلحة باش نجيب واحد النتيجة إيجابية من ثم في واحد الملعب اللي هو صعيب بزاف أكيد، ماشي سهل تجيب ريزولتا من ملعب الشهداء بكينشاسا، لكن إلى يعني كل أداء اللاعبين وخطة اللي غيدخل بها السي واحد تكون أكثر رزانة ونعرفه شنو بغينا بالضبط، فأكيد غنرجع بنتيجة إيجابية خصوصا إلى ما خليناش الكرة لفريق الخصم، وبالتالي استحواذ ديالنا على الكرة غادي يخلي الجمهور الكونغولي شيئا ما يعني يتنرفز على اللاعبين ديالو، هما مستعدين وكان عندهم وقت كبير يعني داروا معسكرات تدريبية متتالية، حنا للأسف من كأس أفريقيا حتى دابا ما كان عندنا حتى شي تجمع إعدادي، ولكن بل بأننا في الوطن حافظ على تقريبا 99% من التشكيله اللي كانت كأس أفريقيا الأخيرة، ما عندنا حتى شي عذر، الأكيد هو أن المباراة تلعب في شوطين، شوط تما في كينشاسا وشوط آخر إن شاء الله في الدار البيضاء، إلا كنا أكثر رزانة وكنا يعني حاولنا نرد بالبال ديك الجزئيات البسيطة واستطعنا أننا على الأقل نسجل واحد هدف تما، فأكيد أن غندخلهم في الشك وبالتالي غنسهلوا علينا المباراة العودة إن شاء الله. طبعا تسهيل مباراة الذهاب أو الإياب يبقى هدف للمنتخب المغربي ولتشكيلة وحيدة لوزيتش التي تضع آخر اللمسات قبل هذه المباراة خلال اليومين أو خلال هذين اليومين. عبد الرحمن، من النقاط التي عانينا منها شيئا ما تجسيم فرص التي يخلقها المنتخب لأهداف، هل أنت مطمئن من ناحية الهجومية؟ يوسف نصير يمر من فترة فراغ مع فريق إشبيليا يلعب ليس باستمرار في ظل وجود لاعب آخر إسباني رافامير، هل ربما المشكل تسجيل الأهداف قد يشكل مرة أخرى عامل يؤثر على نتيجة المباراة النهائية؟ لأن أكيد أن المنتخب إذا أراد أن يفوز يجب أن يسجل. أكيد، لكن في نوع من المباريات فأننا لم نصير والمهاجم الآخرين تكبروا في المناسبات وشما نصير في لكوب ديمون شكنا في مباراة حاسمة لا ولا كبير، لكن انا في هذه المباريات من هذا النوع تنظن بانه ما غنعتمدوش فقط على المهاجم المغربي يسجلوا، انا تنظن بانه غيكون اسلحه اخرى لملف كره ثابته، انا تنتفائل وتن يعني تنظن بان ممكن ان احد المدافعين ديالنا يقدر يسجل لنا كره ثابته، يمكن رومان سايس، يمكن نيف اجر، يمكن ماسينا، لان في كره في المباريات من هذا النوع فالكره الثابته تكون عندها دور كبير انها تعطيك نتائج واهداف، لما لا حتى اللاعبين الاطراف بوفال او لا الى دخل الزلزولي يمكن تكون حلول اخرى، ولا التدفقات ديال اللاعبي الوسط او لا الا ماكي البلونج في كرات الظهر ديال المنتخب الكونغولي، لان اكيد ان المنتخب الكونغولي غيكون من دافع غادي يحاول انه يسجل علينا، وبالتالي غادي يخلي لنا مساحات وعندنا مهاجمين اللي سريع اللي يقدروا يجيبوا لنا ضربات اخطاء اللي تقدر تكون هي سلاح اللي نقدروا نجيبوا به نتيجه ايجابيه من تما، اذا فاحنا ما غنعتمدوش على اللاعبين خط الهجوم باش يسجلوا لنا، يمكن
كرة ثابتة تقدر تحسم نتيجة المباراة إن شاء الله. ذلك ما نتمناه سي عبد الرحمن حواصي صديق ديالنا الرجل البشوش. نتمنى لك رحلة جميلة في المشوار ديالك سي عبد الرحمن. شكرا لك. شكرا بك. شكرا بزاف سي فؤاد على الكلام ديالك طيب. شكرا يوسف وانا دائما سعيد بالتواجد ديالي معكم. شكرا لك صديق عبد الرحمن الحواصلي الحارس السابق للعديد من الفرق. شكرا موصول لكم مستمعينا اينما كنتم اينما تواجدتم. شكرا لك يوسف الشاطر. شكرا موصول